أضافت زيارات لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أن زيوت بذور اللفت يعتبر سلاحا مدهشا للتخلص من دهون البطن وما يعرف بالكرش والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام. وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا حوالي 110 غرامات من دهون الجسم في الشهر وبالتحديد في منطقة البطن. وعلّت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت بأنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تنقص بالمعنى الحرفي للكلمة على تنقص من دهون البطن وتساعد على حرقها. ويمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي وخاصة نوع الزيوت المعصور على البارد حيث يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية. ويمكن أيضا دمجه في العناصر على سبيل المثال بحيث يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور النفط مع 100 غرام من عصير البرتقال أو 100 غرام من الحليب قليل الدسم أو 100 غرام من عصير الفراولة.